Who said the vampire is a legend? Look at me, I am a vampire. انقلوا الكلام اللي مكتوب على السبورة ده، عايزاكوا تحفظوه سم، فاهمين؟ فاهمين سم، اتفضلي. بس يا مس هو ده اللي جاي في الامتحان؟ امال انا بقول لكم تحفظوه ليه يا خالي؟ اقعدي. بصوا يا بنات، السؤال ده مهم جدا، خلوا بالكم معايا. ما هو دور كل من حتشبسوت ورمسيس الثالث في مصر؟ خلاص؟ أولا حتشبسوت تميز عهدها بالسلام والأمن والبناء والاستقرار، تمام؟ تقوية علاقة مصر بجيرانها، أرسلت بعثتين تجاريتين لبلاد بنت. ثانيا رمسيس آخر الفراعنة العظام في مصر، معايا؟ هزم شعوب البحر المتوسط برا وبحرا، معايا؟ هزم الليبيين، اظن سهله مش كده؟ سهله؟ طب اتفضلوا يلا اقلوه عشان تحفظوه، اتفضلوا. ممكن سؤال يا ميس؟ اتفضلي يا ست احلام، ما هو انا مفيش ورايا غير. هو احنا ليه بنقول على رمسيس الثالث اخر فرعون العظام؟ مع ان الملكه حتشبسوت كانت احسن منه، ليه ما قالوش عليها اخر فرعون العظام؟ واحسن منه في ايه بقى يا فرحه؟ كان عندها كله رخاء وسلام وبناء وصداقه مع الجيران، اما الملك رمسيس الثالث كان كل عهده حروب مع الشعوب الثانيه، هو السلام احسن ولا الحرب؟ انت شايفه ايه؟ انا شايفه ان الملك حتشبسوت طبعا احسن من رمسيس الثالث. وهو السؤال بيقول ايه؟ ايهما احسن ولا ما هو دور؟ ها؟ دايما تضيعي لي حسب اسئلتك الغبيه دي، ما تركزي شويه. هو انت جايه هنا تتعلمي ولا جايه تسالي؟ بصي بقى، انت ما تجيش بكره المدرسه الا ومعاك ولي امرك، ما انا لازم اشوف لك حل مع حد فيهم. قيام قيام يا بيه قيام. ازيك يا استاذ حافظ؟ ازي حضرتك؟ وهكذا ينتهي اليوم الثاني من ايام الفيلم العربي للفيلم ايام الاصناف العربيه للفيلم القصير، ينتهي بهذه المجموعه من الافلام، وان شاء الله غدا نلتقي بموعد اخر مع افلام اخرى مع مخرجين جزائريين واجانب وعرب ان شاء الله، نلتقي لنرتقي، وان شاء الله تكون افلامنا هي افلام هادفه، افلام توعويه، لانه هذه هي الهدف من هذا. كانت رسالة واضحة، أول خطرة كان المخرج وصل نوع لقطة وحركة كاميرا تقنية عالية جدا، استخدم جميع أنواع اللقطات السينمائية الاحترافية. ثانيا الرسالة ما بين الخير والشر، زمن الحرب زمن السلام. في الأخير وصلوا في المشهد الأخير أنه الطفلة مهما كانت الضغوطات عليها من فوق ومن أعلى كسلطات أعلى يعني كمدرسة وبابا وماما يهدروا بجانب كبير على أنه السياسة يعني نوصلوا الدولة، على أن الدولة من درجة لدرجة حتى توصل للمواطن الصغير. ما زالت حبتنا تواصل رسالتها وتتمنى أنك تكون كرجل راح تغير المجتمع بالصورة الأخيرة اللي قدام المرأة. شكرا.